هاي سنابيني، هذه اختي جوري. تبي تحط مكياج بس نهايتي بتطلع مكياج بهرجي. حلو، انا احب المكياج، اعطينا شوي بس هنا احلى من النسر. اقول يا جوري خلي عنك المكياج والكلام الفاضي وتعالي اقدحي معي في الحوش. خير يا روابي، شك دحي. وينك يبا؟ الناس تطوروا ويناظرون يوتيوب ومسلسلات ومقاطع مضحكة، وانت لسه ما تعرف ذا الكلمة. اقول فكها بس، مع السلامة. اقدحي فكها، ايش الرجزة اللي خربت بيتي؟ جوري لعبت المكياج ام وايد. اوف، نورة مرسلة مقاطع عمها للناس وصورة ديوان شاخر. نورة والله ما القيمة مضاعفة، ما في شنطة جديدة. ما في، يلا قومي نروح بيت خالتك. يلا خالتك تعبانة، يلا قومي. اوكي يا بابا. يلا اربطي كذا. ها لازم تعلمون تربطون الحزام بعد. طيب وراك فكيت الحزام؟ ناقصين غرامات حنا. اربط حزامك بابا، خالتي تبيك. اخمن بفابيل خالتك، اربط حزامك بعد، ناقصين غرامات حنا. طيب خالبة وخالبة ثانية عشان ما اعطتني مليار.